بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه ومن والاه. إن شاء الله بإذن الله عز وجل نكينا بناسي خوانيتل الحلقة الثالثة تل إن شاء الله حديث سيخور لي قابل نقول حديث سيخور لي حديث رقم ثلاثة. أنا عبد الله بن عمر رضي الله عنه، أنا عبد الله بن عمرو، أنا عبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة وعائشة رضي الله عنهما رضي الله عنهم. أنا عبد الله بن عمر بن العاص وأبي هريرة وعائشة رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويل للأعقاب من النار. النبي صلى الله عليه وسلم يقولك ويل للأعقاب من النار. نحديث نيس عبد الله بن عمرو بن العاص أبا هريرة دي عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها رويون لنا ونعصون له نروات نين نسي قرتل أبا هريرة تقابني خنديب نان عبد الله بن عمرو بن العاص ونقل تقابني وبنيا عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل القرشي السهمي كان كثير العبادة حافظا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لم تكثر الرواية عنه كما كثرت عن أبي هريرة رضي الله عنه، لأنه كان منقطعا للعبادة. اختلف المؤرخون في موته أين كان ومتى، ونقل عن الإمام أحمد أن وفاته كانت ليالي الحرة آخر ذي الحجة سنة 63 رضي الله عنه. من حديث النبي صلى الله عليه وسلم قريه لو يحكم قروه عابد قروه رجع حكم، لكن أبو هريرة سنك أخلى أكثر وقتني وعبادات لي قضيه لرجع حكم نيكري لا أختلف، ولكن الإمام أحمد بن حنبل سنة 63 والترنجن دي سيقات الرحم سقيوك رضي الله عنه. طيب أبو هريرة ما نقابني هون دي عائشة أم المؤمنين، ونقن عائشة، عائشة أم المؤمنين بنت أبي بكر بن عبد الله بن عثمان بن عامر القرشي التيمي رضي الله عنه وعن أبيها. ولدت في الإسلام وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم في مكة بعد موت خديجة، وقبل زواجه بسودة وهي ابنة 6 سنين، ودخل بها في المدينة وهي ابنة 9 سنين، وتوفي عنها وهي ابنة 18 سنة، وكانت على جانب كبير من الفضل والعقل والفهم والعلم. قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم أفضل، أي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. وقال عطاء كانت أحسن الناس رأيا في العامة. وقال أبو موسى ما أشكل علينا أمر فسألنا عائشة عنه إلا وجدنا عندها فيه علما، ولم تمت حتى نشرت في الأمة علما كثيرا، وكانت وفاتها في المدينة في رمضان سنة 58 رضي الله عنها. عائشة أم المؤمنين بنت أبي بكر رضي الله عنها نتعريخ نرغنان ذكرنا حسنا النبي صلى الله عليه وسلم عقد خديبة من الأميتات والتأمر أكونسك سستمر أكونسك توخديبة مكيلة ترخبي خلا مدينة لها كانتي خلا خديجة كرد ذنبي قبل سودة رضي الله عنها. قريوا أحاديث حفظ الرجن، قريوا أحاديث نعصر الرجن لين أنا فربس فقط دخنوا دكوغن لصحابة لد عبد الرحمن بن سقر الدوسي بن أبو هريرة وعبد الله بن عمر أذكى النساء وأذكى الصحابة وأعلمهم وأفقهم رقتي دليلا ننا وانقرنا سنة كلها أي ما سألنا من شيء أو أي سرد وانقرنا لعائشة دي علم رنخو نردي إجابة تكافو رنخو نردينو نابنا شهدناه قولا نريا سنة 58 أم كرنا عند ساقطة رضي الله عنها نيل كرتي مدينة لي ربن رخا مدينة لي همبوك.
رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم. طيب موضوع الحديث نحديث نين موضوع نين قرآن قال وليل قابة قرآن نحديث نين نحديث نين موضوع الحديث بيان حكم التقصير في الوضوء وليه ويل للعقاب من النار يقول حديث نسيقين ناوك واسنون النبي صلى الله عليه وسلم ويل للعقاب نحديث نين موضوع نين حكم تقصير في الوضوء إنسان وضوء يقصي لسوء سقاخه لسوء آخر سقاخه وضوء كامل سقاخه ولن تقال بارب ولن لكل دم بيرد نتيكس لي قالت لك حاجات وقال لك سقاخه سقايسي أجعب عم نقول أنا عقاي قديب أكاناتن بك وضوء قاية قوديب عقاي قوديب وري شيشت أخن وري شرد بوصن أخن وري أرم بنات أخن وري نوى تكاخد وري مخير ندور شيء من هذا القبيل وري اهتمام دي تركيز دي بنذير سبت الأخن منا موضوعني أن حكم التقصير في الوضوء تلقى بكمكم. طيب شرح الكلمات ورنقن ويل مبتدأ خبر خبر ومبتدأ مبتدأ ودي اخترسني وقن حاجات يعني خبره للعقاب يعني وهي كلمة وكلمة وعيد وتهديد ويل ويلك يا ويلك ويل لك ويل للمكذبين ويل للمسلين ورخن يعني نسنك ناغي تنوغن نوينا وعيد وعد تهديد دي تناخدوغن انين وقيل واد في النار ويستو كذلك وادغن وربغن نين لخيل وقيل بمعنى عذاب ويستو كذلك عذابغن نين معنا وغنين هم بقديبو ويلون ما ويل معنا انت بندي بشانهون ويل واستدام بتهديدر وعيدر هم بقديبو. العقاب جمع عقب وهو العرقوب والأحد فالمراد بها العقاب التي لم يكمل قصلها في الوضوء الحاجات ان وضوء ان كابتن بو تيكس دوي نخون دميرت نابي لكوكل نيتك بالكامل أجاب عم نقول نهابي لا عصت وصرا شاو ما نهابي نهابي سقيس تمام سلوكس بالكامل ترى خبير ولا شاو نا لا خلينا ننتقين لأن ويل نعذاب نين ننتقين له نوادني الجمجرين نوارباني الجمجرين لا خيو نتهديد نوعيد نين حبر سقين ديبا نين قلنا عقاب. طيب من النار ويل العقاب من النار أي نار الآخرة لا خلق النار آخرة تري والجار والمجرور بيان لكلمة ويل أي أن الويل للعقاب من النار لا من عذاب آخر يعني ويل للعقاب من النار من دي النار دي نين جار والمجرور من حرف جرقن ما نصبت ند نيس يكون كوخ الجار والمجرور بيان لكلمة ويل يعني انديس دهريسو زيادة نويل يا وريل دقين ويل يرتميرن أخلاني معنى كمل سلاني فهم سلاني قي لك كاني ويلون يرن ورن دقين ويل لكن ويلون للأعقاب من النار يا ويل يعني خلاص بتأدنخ ما قول أخنخ يا بل أخنخ إن أعقاب ندم برنا نكانات انكبتو نعقوب ننسنا نكانات ندم برد أكون لكوكل انكبتو ودون قد من النار لخيرد يوم القيامة لخن يستقوى لخا قيامة تقولنين من شرح إن حديثه قن من شرح إن إجمال حديثه قنين لما كانت الطهارة من أهم شروط الصلاة وكان الإخلال بها إخلالا بالصلاة في الواقع حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الإخلال بالطهارة حيث توعد من أخل بشيء من أعضاء الطهارة بعذاب من النار على ذلك العضو حيث يقول ويل للعقاب من النار وخص الأعقاب بذلك لأنها كانت محل التقصير في القضية التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم ذلك القول إن كان تقصير قهديبة أنا حق قهديبة إن كان قهي قهبة نين رقتي ما نسبت ند نحدي سنين نين خصصوك وريح قلنا هذا كالد أنا عقاب خصصوك جدا إن قصص برقاه ونحد سنين وجست دي برقاه إن معركة القهد يبقى موضوع لي نا أكان نا عقاب حقن من أكان نا عقاب كبتريري نيني نهابري ناخري ريقن. طيب فوائد الحديث
ورنا قن نفوائد حديث نيد وريك فائدة فنكون منه يعني دائما ينقون حديث سواس ننلو الحديث سواس نكون له ونعصون ونقن راو ونرو نيدن بك موضوع معاني كلماتي ونقن معاني كلماتني أعتر نكون نردن بك كدو شرح إجمال وانا شرح إجمال وانا نكون موضوع عن حديث وريل قابكن نيقال نكون نيدن بها كدو آخر شيء ما يستفاد من الحديث أو فوائد الحديث ورنقن نقاط نويرد نيسر 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 عجبك نكون نحد اثنين أم كون قط مقضي بلاريا وجوب استيعاب أعضاء الوضوء بالتطهر نيوك أن أعضاء وديس أبوك قشل الأخن لك وقال أخن أنت الأخن أخر إن قوق ناوك إن أكانات نين إن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم يسانك أخر دي بام شاخ أقعي ردي بام شاخ لاريقن لينغريا الوعيد على من أخل بشيء من ذلك إن أكانات نيلد كذو وعيدا بك تهديدا بك أنه كان يرد إخلال سيخ إنسان أن التقصير في شيء من أعضاء الطهارة يعتبر كبيرة كبيرة من كبائر الذنوب أن التقصير في شيء من أعضاء الطهارة يعتبر كبيرة من كبائر الذنوب مشكلة قمك دانين كبائر الذنوب توقضوا أن التقصير في شيء من أعضاء الطهارة يعتبر كبير أعوذ بالله من الرجيم يعني درجة كبيرة من كبائر الذنوب عشان كده يا أخوانا والله انتبه يعني إن وضوء لازم أكان كبتيرة ما شاء الله كسر شاخ لكسس وقيس نهبه أتأتي كسلح راس الدم بيردر نهبه أتأبع عمان قولر نادك أتأفل رجع أبلت ترسل دم بيرد أخراسك نهبه تمام.